سيدة ليه ما فكرتيش بالجواز تتجوزي مرة تانية؟ الجواز مرة تانية تقدم مش لك حد؟ مش ما بفكرش يعني هو وارد طبعاً، ما فيش عندي مشكلة دلوقتي، بس بتكلم لا بالفترة لا السابقة. لا لا، فترة السابقة بنتي كانت صغيرة قوي. انت مش اول ست بتتطلق وبيكون عندها طفل وبترجع بتتجوز تعمل حياتها؟ بس انا كنت محتاجه. ما هو بصي، صاحب بالين كذاب، صاحب ثلاثه منافق. انا عندي الاول التلفزيون اول ما دخلته مطلقه وبشتغل، فبالتالي انت لازم تعملي حاجتين: تثبتي للناس انك انت مطلقه ولكن كويسة صورة الحلوة، وان انا مش بدور على العريس. انا مش داخلة الشغلانة دي لا انا عشان اتجوز لا فنان ولا مطرب. طيب. انا داخلة عشان اشتغل وابقى واحدة من احسن الناس اللي هناك، بلس انك عندك بنت محتاجة جدا تركيز ان هي تكبر وتصرفي عليها. فانا ما بين ان انا اثبت وجودي كمذيعة وفي عالم فيه مشاهير الاعلام، وبين بنتي اللي بروح لها بالليل عشان اشوفها عملت المذاكره والتفاصيل فين؟ ما عنديش وقت. مع انه كتار ستات بيقولوا الراجل رح يقدم لي حمايه، يعني وجوده بحياتي برضه بيعمل نوع من حمايه وامان. نظره المجتمع للست المطلقه وخاصه بالفتره اللي فاتت، مش بتكلم دلوقتي، يعني هيكون فيها المصاعب دبل، يعني اي موقف هتكوني فيه هتطرح علامات استفهام، وفهم علي وفهماني عليك. طبعا طبيعي. لا وانا كنت بسافر وكنت يعني باجي. برضو انا فهمتيني شو بقصد، يعني هل موضوع معلش خليني ردك لمرحله معينه، موضوع الخيانه اللي حصل بحياتك، خيانه زوجك ليكي، خفت من الارتباط عشان ما تعيشيش التجربه دي مره تانية؟ لا، حسيت ان انا غلطت لما قررت اني اخش تجربة الزواج ومش طالبة منها غير اني اتجوز واخلف واقعد في البيت. ده كان سبب من اسباب الخيانة برأيك مفيدة؟ خيانته ليكي؟ ده ممكن يكون لقيكي ست تعمليش حاجة، قاعدة طول الوقت بتدققي بتفاصيله؟ لا، اعتقد ان هي كانت اكتر انتقام منها. انتقام منك؟ مني انا. ليه؟ من اهلي. انتقام؟ لانهم ما كانوش موافقين اصلا على الجوازة، قعدوا فترة طويلة رافضين. اهلك فبعد اتجوزت خلي بالك انا اتجوزت شهر سنه ونص، فمش هيلحق يزهق. لكن هي كانت اكثر عمليه انتقام، ان اوكي بس فين الحب؟ اذا بحبك هينتقم منك بالشكل ده؟ ما انا ما اعتقدش ان كان في حب الا اذا ما كناش وصلنا للمرحله دي. انا ما اعتقدش ان كنا في حب. دلوقتي لما تساليني اقول لك انا لا انا عمري حبيته وما اعتقدش ان هو عمره حبني، دي برضه من ضمن الاخطاء. بس حيربتي اهلك والكون عشان اتجوزتي. بس كان كام سنه؟ كان عندي كام سنه؟ انا ايه 20 وبعدين اتجوزت 24 طبعا عيله صغيره. النهارده لما منا جت تفكر انها ترتبط ما بعد 25 سنه. مش قبل، لان انا عديت مش عاوزاها تكرر نفس التجربه اللي انت او تتجوز بسن مبكر. احنا مخنا مختلف خالص ما بعد ال 25، انا بعتقد كده. عرفتي بخيانته ازاي؟ تغيرات تصرفات قفشتي؟ قفشته تغيرات. انا معروف شخصيتي، يعني انا ما بقعدش على الكرسي واستنى. فكان عندي مجموعه اصدقائي الانتيم تحريين وكلهم كانوا ولاد على فكره. وجمعتهم قلت لهم انا عندي احساس بكذا كذا كذا كذا، جو هاتوا لي الفيدباك. وقد كان في الفيدباك انا ما استنيتش اقول له اي حاجه خالص. هو قال ايه؟ دفاع عن نفسه كان لا ما حصلش، لا كذا كذا بس خلاص بقى. ما تستنى. في ناس بتستحمل عشان اولادها، بتقول نزوه وعدت، خليني استحمل علشان عندي. انا ما تربيتش عشان كده، انا ما تربيتش على كده. انا مش محتاجه استحمل. انا بصي في حاجه نزوه، فيه بالحياه الراجل نزوه وفي علاقه، الاثنين خيانه. حتى النزوه انت ما بتسامحيش فيها؟ ما هي خناقه، هي خيانه. يعني هي النزوه ازاي عملها بقفاه؟ مش بقفاه، في رجال ممكن يضعف ويتوب ويكون غلطه. يعني في ستات بتخلي الموضوع يكمل. احنا الستات اللي ادينا القاب للخيانه علشان نخففها علينا، علشان اعرف ارجع امتى وامتى ما ارجعش. انا بالنسبه لي النزوه وان هو يحب عليا او يخوني هي خيانه. انا بقى عايزه ارجع له فسميها نزوه، انا مش عايزه ارجع له فسميها خيانه طلقني، على حسب
على حسب على حسب ما انت عايزه، على حسب مصلحتك. يعني بالنسبه لي انا هي خيانه وانا لا ما تسمحيش فيها، لا خالص. الموضوع ده خليك تشكي بنفسك بحالك كأنثى قبل ما تكوني ام. لا ولا حصل، لا خالص. لا الحلو حلو طبعا، لا ما شاء الله عم نشوف قدامنا. لا بس بتعرفي حاجات زي دي ممكن تهز الست شوي، يعني تقول طب انا عملت ايه، انا قصرت في ايه، انا غلطت معاه في ايه. انا كنت لسه اصغر مني اسال نفسي الاسئله دي. يعني عارفه اقول لك على حاجه، عارفه لو كان اكبر وفتره العلاقه في الجواز كانت فتره طويله كنت ممكن ابقى اسال كده، لكن سبحان الله يمكن انا صغر السن مع الفتره القليله ما خلينيش افكر مرتين. مع دخولي سبحان الله ما فيش، هو انا انفصلت ما فيش 6 أشهر 7 أشهر كنت في التلفزيون. الدنيا خدتني، الدنيا كبرتني زي ما بتقولي. ما وقفتش بقى عند الموضوع ده.